أشكر المنتدى الديمقراطي والإسلام على إقامته لهذا المؤتمر ومؤتمر الحوار حول الدستور، وأحيي الأساتذة الكرام والنواب، وأحييكم جميعا أيها السادة والسيدات الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم تناولتم هذا الموضوع لا شك استفاضة، لست ملخصا ولا أيضا مساهما بورقة، وإنما أقول بعض الأفكار العامة. من المؤكد أنكم تناولتموها بتوسع. موضوع الدستور موضوع مهم، موضوع الدستور موضوع مهم، لأنه يقيد إرادة الحاكم ويجعل إرادة الحاكمين خاضعة للقانون. والشريعة الإسلامية إنما جاءت من أجل ذلك، من أجل تقييد سلطة الحاكم وإخضاع سلطة الحاكم للقانون. وكان أول دستور في التاريخ الإسلامي وربما في العالم هو دستور المدينة المنورة المعروف بالصحيفة، وهي وثيقة مهمة جدا سنها النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء المدينة، وكان سكان المدينة متنوعين عرقيا، منهم من ينتمون إلى قبائل مختلفة، وأيضا هناك تعددية دينية، هنالك قبائل يهودية ونصرانية ومشركون، هؤلاء جميعا ستتكون منهم دولة. ومن حظنا نحن المسلمين أن أول دولة في تاريخنا كانت دولة تعددية، بحيث موضوع التعددية داخل الدولة ليس موضوعا حديثا، وإنما هو في أصل التكوين، في أصل أول فكر، أول تكوين سياسي في الحضارة الإسلامية كان تكوينا تعدديا، وهذا كان له انعكاسه على امتداد التاريخ الإسلامي. فلم تعرف المدن الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي لم تعرف اضطهادا دينيا، كان مبدأ لا إكراه في الدين مبدأ ثابت، مبدأ حرية الضمير، ولذلك حفلت المدن الإسلامية بتعددية لا تقتصر على أهل الكتاب، وإنما تتجاوزهم حتى إلى الديانات الوثنية. وبيئة مثل بيئة العراق وهي من أعرق البيئات في الحضارة الإسلامية حتى الآن لا تزال حافلة بتنوع ديني، منهم من ينتمي إلى الديانات السماوية ومنهم ديانات وثنية مثل الصابئة ومثل اليزيديين وغيرهم من يعبدون أشجارا أو يعبدون أشياء مادية. في تاريخنا أيضا نحن التونسيين ما نعتز به، ففي القرن التاسع عشر تنبه المسلمون إلى تفوق الغرب عليهم، تنبهوا إلى تخلفهم إلى البون الحضاري، ووجهوا إصبع الاتهام لا إلى الإسلام، وإنما وجهوا إصبع الاتهام إلى الفهوم المنحرفة للإسلام التي بررت أحكام الطغاة وأنظمة الفساد والاستبداد. فنشأت علاقة متميزة بين علماء جامع الزيتونة وبين الإداريين القائمين على الدولة، وبدأ حوار ثري أفضى إلى إقامة أول دستور في العالم الإسلامي، وانتخب مجلس أيضا، انتخب مجلس نيابي، وكان يمكن لهذه التجربة أن تتطور ولا نحتاج إلى أكثر من قرن بعد ذلك حتى يكون لنا دستور. الاستعمار أجهز على هذه التجربة، وكان من أهم ميزاتها الجمع بين الفكرة الإسلامية، بين ما يتوفر عليه الإسلام من قيم العدل وقيم الشورى، وبين ما يتوفر عليه الفكر الحديث من تعددية وديمقراطية وإخضاع الحاكم لسلطة القانون. احتجنا بعد ذلك إلى تضحيات كبيرة وسقطت دماء، سقطت أرواح، بل ارتفعت إلى السماء أرواح وهي تهتف ببرلمان تونسي. يشاء الله أن هذا الجيل هو الذي يتحقق على يده، يشهد
أول برلمان تونسي ويشهد دستورا يسنه التونسيون من خلال نخبتهم. الذي يهمنا في الدستور أن يكون هذا الدستور ليس دستورا لحزب، وإنما هو دستور لوطن يجد فيه كل ألوان الطيف السياسي والفكري والاجتماعي يجد فيه نفسه. ولذلك ما ينبغي أن يسن الدستور بأغلبية عادية 51%، وإنما ينبغي أن يتشوف يقترب من الإجماع، وأقل الإجماع ثلثين، لأن هذا الدستور ينبغي أن يرى فيه الناس جميعا، المواطنون جميعا بكل اتجاهاتهم أن يروا فيه أنفسهم وليس مجرد أغلبية. وبالتالي ينبغي أن يصار هذا الدستور من أوسع على أوسع نطاق وليس من فئة محددة فقط. أيضا هذا الدستور ينبغي أن يراعي هوية البلد، أننا بلد عربي إسلامي، وترجمة ذلك ينبغي أن لا يحتكرها أحد، فليس في الإسلام كنيسة تحتكر تفسير الإسلام، وإنما هذا أمر متروك للأمة، متروك للشعب عبر مؤسساته أن يترجم ماذا تعني الهوية العربية الإسلامية. ولذلك عندما طرح موضوع الشريعة في هذا الشهر وجدنا أن موضوع الشريعة موضوعا اختلافيا، قلنا الدساتير لا تبنى على ما هو مختلف حوله، وإنما تبنى على ما هو متفق عليه، فسحبنا هذا الموضوع من المناقشة. ينبغي لهذا الدستور أن يبنى على أساس القيم الإنسانية أيضا، لأننا جزء من هذه الإنسانية التي بلورت عدة مبادئ من مثل مبادئ الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. نحن أيضا وارثون كما قلت لتراث إصلاحي، فالمدرسة الإصلاحية نعتبرها مرجعا من مراجع دستورنا وفكرنا التونسي المتميز. نريد أن نبني دولة مدنية، الشرعية فيها لا تستمد إلا من الناس، إلا من شعبها، إلا من المحكومين، لا شرعية لحاكم من غير تفويض واضح، أي عبر انتخابات حرة نزيهة تعددية. نحتاج إلى أن نوسع الحريات ما استطعنا، لأنه مقصد من مقاصد الإسلام، كما أن العدل مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، كذلك الحرية مقصد من مقاصد الإسلام. ولذلك ما ينبغي الخشية من الحرية، وإنما الخشية من الاستبداد. الدساتير جاءت لتمنع الاستبداد وليس لتمنع الحرية، فكل توجه نحو توسيع الحرية هو توجه إسلامي. بطبيعة الحال ينبغي تجريم التعذيب بأي صورة من الصور في كل الحالات، وهناك بحث في الفقه الإسلامي يؤصل تحريم التعذيب ومنعه وتجريمه. دخلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فدخلت النار في هرة، بينما دخلت امرأة أخرى بغي دخلت الجنة بسبب كلب أنها نزلت إلى البئر وملأت خفها ماء وسقت ذلك الكلب فدخلت الجنة. فالتعذيب جريمة لا سند لها في الدين أصلا. مبدأ حرية المعتقد مبدأ ثابت، وكذلك حرية النشر والإبداع والحق النقابي والنفوذ والنفاذ إلى المعلومة والحرية الأكاديمية والبحث العلمي، هذا جزء من قيمة الحرية. كنا نستمع للأستاذ يتكلم عن المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، هذا من لوازم الدستور. نرى من المناسب أن يتجه دستورنا إلى اللامركزية، لأنه بقدر ما الدولة تقترب من الناس
بقدر ما يكون ذلك خيرا. ونحن في بلدنا هذا البلد أكثر البلاد العربية انسجاما داخليا، ليس مهددا بأي انقسام، لم يرتفع في بلادنا أي صوت يطالب بانفصال جهة من الجهات. ولذلك لماذا نحرص على المركزية؟ المركزية صورة من صور الدكتاتورية ولا مبرر لها في بلادنا. ولذلك مطلوب أن نوسع السلطة على أوسع نطاق دون أن نجعل كل الأمور معلقة بالمركز. نحن نرى بأن هناك نقاط لا تزال خلافية في سن الدستور، ينبغي التعجيل بحسمها لأن وضع البلد لا يتحمل مزيدا من التطويل. نحن لو استطعنا، وينبغي أن نتفق على ذلك، أن نجري انتخابات في شهر 6، لا لو أمكن ذلك لوجب أن يكون، وإذا ما أمكن ذلك فليكن في الذكرى الثانية للانتخابات 23 أكتوبر. يعني لو استطعنا أن نجري في أكتوبر القادم انتخابات لكان ذلك جيد، وينبغي أن نتفق عليه، وينبغي لكتلنا البرلمانية أن تحزم أمرها وأن ترتب أمورها على نحو أن نمضي بسرعة إلى تحقيق هذا الهدف الذي يتوقف عليه استقرار البلاد ومرورها المضمون من مرحلة التحول من مرحلة الاضطراب إلى مرحلة الاستقرار. هناك بعض القضايا لا يزال حولها اختلافات، من مثل المناقشات التي دارت حول المساواة بين الجنسين، حول موضوع التكامل والمساواة. نحن نرى كل المصطلحات التي تثير الشبهات التي لا يتفق الناس على معانيها مطلوب سحبها. ولذلك نصحنا أخواننا بأن يسحبوا مصطلح التكامل. نحن نرى أن التكامل هو معنى من معاني المساواة، لأن التاء من الاشتراك، معنى أحدهما يكمل الآخر، وليس واحد مكمل فقط هو المكمل الآخر. ولكن ما دام هناك اشتباه حول المصطلح، الدساتير هي موضوع اتفاق وليس موضوع اختلاف. أيضا موضوع كونية حقوق الإنسان، نحن نرى أننا نحن الإسلاميين، نحن معشر المسلمين ينبغي أن نكون سعداء باتفاق البشر على أن للإنسان حقوقا، مهما كان جنسه ومهما كان دينه أن له حقوقا. ولذلك لا ينبغي أن ننزعج من كونية حقوق الإنسان، فهذا ضمان من ضمانات الحرية، ضمان من ضمانات الحقوق. والإسلام إنما جاء لتحقيق مصالح العباد، وكل ما يضمن مصالح الناس وحقوقهم فهو من الإسلام حتى وإن لم ينص عليه في آية أو حديث. هناك موضوعات مثل تجريم التطبيع، نحن لسنا مختلفين حول المضمون، ولكن هل موطنه الدستور أم لا؟ ربما الأنسب أن يتضمنه وأن يسن في ذلك قانون وأن لا يكون ضمن الدستور، ما دام هنالك اختلاف حول هذا الموضوع. كذلك التعدي على المقدسات، أيضا إذا لم يكن هناك اتفاق حول هذا الأمر فليخرج من الدستور وينظر به بعد ذلك في القوانين المنظمة. طبيعة النظام السياسي أيضا، هل هو برلماني، هل هو مركزي يعني رئاسي، هل هو مزيج بينهما؟ عادة العقلية التوفيقية من الخلاف أسهل، يعني أسهل طريقة عندما نجد جهتين مختلفتين نقول تعالوا إلى الوسط. ولكن ليس كل وسط، ليس هو كل وسط. في العربية معنى الوسط هو الخيرية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مش معناها
أمة وسطا بمعنى أمة خيرة. فالوسط هو أحسن الشيء، وليس هو الوسط الهندسي معناها المسافة التي تفصل بين نقطتين، هذا وسط هندسي ليس دائما. إذن التوفيق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي لا يعني أن نصل إلى أن الخير هو أن يتنازل هذا قليلا وأن يتنازل ذلك قليلا، لأن قد نصل إلى نظام غير فاعل، نظام يلجم بعضه بعضا، وهذا جربنا هنا، لأنه النظام المطبق الآن الدستور الصغير فيه هذا المحاولة للتوفيق، ولكن عندما وضعناه على الأرض أوجد لنا عددا من الصعوبات، كصعوبات كادت تحدث أزمة، لأنه عندما تتوارد على جهة واحدة سلطتان أيهما التي تنفذ. نحن نرى بأن النظام البرلماني هو الأكثر ديمقراطية لأنه الأقرب إلى الناس، لأنه يوزع السلطة على نطاق واسع، ولكن على كل حال سعيا وراء التوافق بدأنا نتنازل، فقبلنا أن ينتخب رئيس الجمهورية من الناس، من الشعب، يعني حتى يكون له، حتى يشارك رئيس الحكومة وأن يشارك البرلمان في أصل الشرعية اللي هي الناس. وأحسب أن رئيس الجمهورية أننا أقرب إلى النظام البرلماني، ولكن مستعدون لوفاقات حتى نخرج من المناقشات التي لا تنتهي. أن يكون لرئيس الجمهورية سلطات تعديلية، سلطات تحكيمية بما يشبه الدستور البرتغالي وبعض الدساتير الأخرى، أظن أننا بذلك نستطيع بذلك أن نخرج من المناقشات التي لا تنتهي. لم يبقى أمامنا وقت طويل، نحتاج إلى أن نمضي بأسرع ما يمكن إلى سن الدستور. اليوم رزنامة البلد هي الوطن التأسيسي، هي بيد إخواننا النواب، هم الذين يسرعون أو يبطئون، بس قيادة البلد في الحقيقة في أيديهم. ونحن ندعو إخواننا، ندعو الكتلة الإسلامية، كتلة النهضة وكل الكتل الإسلامية إن شاء الله، ندعو كل الكتل إلى أن تمضي بأسرع ما يمكن لتحقيق استقرار البلد من خلال سن دستور ومن خلال الحسم في المسائل، مسائل القانون الانتخابي واللجنة الانتخابية واللجنة القضائية والمسائل التعديلية هذه، حتى نحقق لتونس طموحا انبثق منذ القرن التاسع عشر في دستور يجمع بين قيم الإسلام وقيم الحداثة. والسلام عليكم ورحمة الله.